بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، نظام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات الفرقة الأولى مادة بحوث العمليات. يسعد الأستاذ أقدم لكم مادة بحوث العمليات العصبية والمسلك التالي. عندنا ثلاث أبواب: البرمجة الخطية باستخدام الإكسل، المزج المنهج باستخدام الإكسل، والمزج التخصيص أو التحميل باستخدام الإكسل. طبعا بالنسبة للبرمجة الخطية، احنا عارفين إن أسلوب البرمجة الخطية أحد الأساليب الرياضية اللي بتديني الحل الأمثل لمشكلة ما يمكن وضعها في صورة نموذج رياضي. أي مشكلة أقدر أحطها في صورة نموذج رياضي يبقى أقدر أحلها بالأسلوب البرمجي الخطي، وبالتالي أوصل للحل نفسه. وشروط النموذج الرياضي إنه يتكون من ثلاث أجزاء: الجزء الأول دالة الهدف، ودالة الهدف عندي نوعين، النوع الأولاني تعظيم بنسميها ماكس وبنسميها بيه الأرباح، النوع الثاني بنسميه تخفيض أو بنسميها ميني بنسميها بيه التكاليف. المثال دوت هستخدمه معايا ده ازاي احول المشكله الكلاميه الى نموذج رياضي. كده انا عملت دائره الهدف، جبت القيد الاول والثاني والثالث، كل قيد ليه ماكينه معينه وخط انتاج معين. خلي بالك هنا اصغر من يساوي الثلاث قيود، لان الطاقه القصوى بتاعت المكنه ما نقدرش نتجاوزها، ممكن نشتغل بطاقه قصوى او اقل من عشان كده خدنا اصغر من يساوي. الجزء الثالث كان ان انا كتبت كونستنت اللي هو قيد عدم السلبيه، جميع المنتجات اللي بتكون زيرو او اكثر. وده شكل النموذج النهائي بتاعي. لو خدنا المثال دوت، ده مثال تاني عايزين نخفض التكاليف. هنا مديني جدول الوجبات، فأول حاجة هعملها هجيب دالة الهدف اللي هي تخفيض التكاليف. سعر الوجبة في عدد الوجبات من الأول زي سعر الوجبة في عدد الوجبات من الثاني زي سعر الوجبة في عدد الوجبات من التالت. بعد كده هحط القيد الأولاني إن هو إجمالي وزن الوجبات يجب يساوي 100، كلمة يجب معناها عدد تساوي. الحد الأدنى للكالسيوم كان 8%، فكانت هتبقى اكبر من يساوي، والحد الاكثر للكالسيوم كان 1.2، يبقى اكبر من يساوي 8 واصغر من يساوي 1.5. البروتين على 22% يبقى اكبر من يساوي. الالياف على الاكثر 5% يبقى اصغر من يساوي، وكده على يساوي. طبعا كده في شكلها النهائي، وانا هنا الهدف بتاعي التخفيض. وكده المشكله بيقول لك يعني عشان احدد منطقه الحلول الممكنه بنقسم الخط المسلوك. اذا كانت العلامه اصغر مني يبقى المساحه اسفل، إذا كانت العلامة المساحة المظللة هي منطقة الحل الممكن، إذا كان القيد بتاعي عبارة عن خط رأسي يبقى شمال الخط أصغر من يمين الخط من. إذا كنت عبارة عن القيد بتاعي بخط مستقيم يبقى تحت الخط أصغر فوق الخط أكبر. إذا كان الخط بتاعي يبدأ من الربع الثاني فأنا بتجاهل الجزء اللي خارج الربع الأولاني، فبتبقى في قيد عدم السلبية، واخد المساحة المظللة تحت الخط عشان أصغر منه وداخل الربع الأول. المساحة الخط داخل الربع الاول افضل من القيد، بنسميه قيد حاله خاصه. اذا كان اكس 2 او المعنى الافق سوري عفوا المعنى الراسي له اشاره سالبه، يبقى القيد دوت اصغر من يبقى فوق الخط عكس الطبيعي، اكبر من هو اللي تحت الخط عشان اكس 2 بالسالب او المعنى الراسي بالسالب. نفس الكلام اكس 2 هنا بالسالب، فوق الخط يبقى اصغر تحت الخط يبقى اكبر، بنسميه الطبيعي. المشكله دي استعرضنا واحده زيها، بس كان عندي ثلاث منتجات. هنا شفنا تقريبا اثنين بس، عبر عن المشكلة في الشكل الرياضي. حطيت المشكلة دالة هدف، مجموعة القيود، وقد عدم السلبية تلات أجزاء بتوعي. عملت إكس 1 بتساوي 0 عشان أجيب إكس 2، إكس 2 بتساوي 0 عشان أجيب إكس 1، القيد. رسمت خط المساحة مظلة طاقة أسفل جميع القيود زي ما أنت شايف. دي بنسميها منطقة الحل الممكن، النقطة أو، النقطة إيه، النقطة بي، النقطة سي، دي نقطة رقمية. بجيب الإحداثيات بتاعتها وأعوض بيها في دالة الهدف. وبعد ما عوض بيها في دالة الهدف اختار أكبر ربح اللي هو هيبقى النقطة دي. أكبر ربح ممكن 3780 عند إنتاج 18 جرام إكس 1 وإنتاج 48 جرام إكس 2. طبعا اللي يهمني في الجزء ده إزاي أحول مشكلة دي النموذج بتاع الإكسل، لأن إحنا المفروض إن نستخدم الإكسل لما يهم استخدام الإكسل.